تشهد منطقة تبت الشجرة في محافظة الإسماعيلية على بطولات الجيش المصري في حرب 6 أكتوبر من العام 73، وكان المسمى الإسرائيلي للموقع رأس الأفعى المدمرة لأنه كان من أهم نقاط القيادة للجيش الإسرائيلي، وتتحكم في 8 نقاط حصينة من 18 نقطة حصينة لخط بارليف، وتضم موقعين حصينين متصلين بواسطة أنفاق محصنة. يضم الموقع الأول مقر القيادة وغرفة العمليات المزودة بالأجهزة المخصصة للاتصال بالوحدات والقيادات الفرعية والقيادة الجنوبية والقيادة العامة، وكذلك الأجهزة والمعدات الألكترونية ومجموعة الوثائق والخرائط. أما الموقع الثاني فهو مخصص للعمل الإداري، ويضم مكتباً للقائم وأماكن مبيت للأفراد وصالة للطعام ونقطة طبية ونقطة وقود، ويرتفع الموقع عن سطح البحر بمقدار 74 متراً، ما يحقق لقواته إمكانية الملاحظة لكل التحركات غرب قناة السويس. وكانت إسرائيل تتفاخر بالتجهيزات التي تمت على الموقع، وخلال يومي 6 و7 من شهر أكتوبر من العام 73 تمكنت القوات المصرية من الاستيلاء على النقطة القوية الأمامية لخط بارليف في مواجهة مدينة الإسماعيلية، وكلفت إحدى كتائب المشاة المدعمة بالدبابات في يوم 8 أكتوبر من العام 73 للاستيلاء على موقع تبت الشجرة، حيث استطاعت الكتيبة حسم المعركة خلال 25 دقيقة بالاستيلاء على أسلحة ومعدات الموقع وأسر 50% من قوة السرية مشاة المدعمة للجانب الإسرائيلي والتي كان قوامها 150 فرداً. ارفعني فوق الجبال، زلزل وخد الزمان، كبر ويقول الله، يسمع الدنيا الأذان، ارفعني فوق الجبال، زلزل وخد الزمان، خد حقدي قلبي بارد على العدو ما يخلي على هدير المدافع على الأدم علي، على هدير المدافع على الأدم علي، كبروا إلا المسامع عد الدمات غلي، علي وكبر الله أكبر في كل دانة الحق يظهر، عبي وكبر الله أكبر في كل دانة الحق يظهر، الخير ينالي تفرح عيالي، الخير ينالي تفرح عيالي، ونقول يا فرحة بالنصر هلي على هدير المدافع على الأدم علي، على هدير المدافع على الأدم علي، كبر وقول
يعني بنقول دايما انه في حضرة الابطال يجب ان كلنا نسكت ونسمع ايه اللي كان بيحصل، ونسمع انه كان في معركة. المعركة دي هي معركة الكرامة، معركة خلقت العديد من البطولات. البطولات دي ايه الهدف منها وايه اللي حصل، وهؤلاء الابطال ايه اللي شافوه اثناء تحرير ارضنا الغالية سينا. ده اللي هنعرفه زي ما انا قلت في المقدمة من ضيوفي، واللي انا بتشرف الحقيقة ان انا قاعد مع حضراتهم. اسمحوا لي ارحب في البداية بسيادة اللواء اركان حرب رجب عبد الرحيم عثمان، قائد الكتيبة 12 مشاة ومحرر تبت الشجرة. صباح الخير يا فندم، وكل سنة وسيادتك طيب. وانت بالصحة والسلامة، والشعب المصري كله طيب وبخير وبسعادة ان شاء الله. وايضا برحب بالتاكيد بسياده اللواء اركان حرب حمدي عبد المقصود، رئيس عمليات كتيبه 12 مشاه. صباح الخير فندم، كل سنه وسيادتك طيب. صباح النور، كل عام وانت طيب، وكل عام الشعب المصري والعربي بخير بذكرى 33 لنصر اكتوبر. يا رب دايما، يا رب يديم علينا النصر على طول ان شاء الله. يا رب دايما ان شاء الله. انا زي ما انا هاخد المقدمه كده بتاعه نبتدي منين الحكايه. احنا بنتكلم فندم على النهاردة هناخد الجزء بتاع نقطة حصينة من نقاط العدو، وهي كانت تبت الشجرة. هذه النقطة كانت غاية في الصعوبة للوصول ليها، نظرا انها كانت نقطة خفية في منطقة استراتيجية مهمة للعدو الاسرائيلي. نبتدي منين الحكاية؟ اتفضل يا فندم. نبتدي اولا بالكتيبة 12، هي البطولة الكتيبة 12. نعم. والضباط والجنود ابتدينا عشان نهاجم تبت الشجرة. تبت الشجرة كانت على مسافة حوالي 6 أو 8 كيلو من قناة السويس. التبة ده هي كان مركز، موقع حصين، مركز قيادة القطاع الأوسط اللي بيقود القوات اللي موجودة كلها. كان موجود عليها باستمرار من يوم 6 قبل ما نعبر كتيبة الدبابات اللي هي الاحتياط القريب بتاع العدو. في قبلها في شرق القناة على طول تبة صناعية كان اسمها تبة السبعات. تبة السبعات دي كانت مهمة مباشرة للكتيبة. أحب أقول الكتيبة أهمية القطاع اللي كانت بتشتغل فيه كانت كتيبة المجهود الرئيسي للواء المجهود الرئيسي لفرقة المجهود الرئيسي للمجهود الرئيسي بتاع الجيش الثاني. الكتيبة كان مهمتها الطريق الأوسط لإسماعيلية العوجة، كان منتصف قطاع الكتيبة. نعم. السيد الرئيس السيسي لما افتتح حفر القناة الجديدة، نعم، من عند كيلو 73 اللي انا عبرت منه، نعم، بالكتيبة 12 مشاة. نعم. تبة السبعات، التبة الصناعية اللي على مسافة 1.5 لـ2 كيلو من القناة دي، كان بيجي عليها جزء من الاحتياطي عشان ما يخليش حد يعبر. فدفعنا مفرزة بقيادة اللواء طلبة نقيب وقتها، في خلال أقل من 15 دقيقة يعبر قبل الكتيبة ويستولي على التبة دهية قبل ما الاحتياطي يجي. ونجح فعلا ودمر الدبابات بتاعت الاحتياط القريب حوالي فصيلة. دي كانت كم دبابة يا فندم تقريبا؟ حوالي 4 دبابات. 4 دبابات، نعم. عشان كده الكتيبة عبرت بمنتهى السهولة. أول خسائر الساعة 8 بالليل النقيب أحمد النحاس من الكتيبة. نعم. بالكامل. أول شهيد. ده أول شهيد في هذه العملية. أول شهيد. نعم. نعم. كان الساعة 8 بالليل. الرائد حمدي وقتها من ضمن الناس اللي أكثر حماسا. نعم. من أي ضابط موجود في الكتيبة. نعم. المفروض إن هو يبقى ماشي جنبي ويعبر معايا.
عشان معايا الجهاز اللاسلكي اللي بيكلم السرايا. نعم. وانا معايا الجهاز اللاسلكي اللي بيكلم اللواء. نعم. الرئاسه بتاعتي. نعم. حمدي اندفع ورا السريه اللي هو كان قائدها لانه بيحبها. نعم. اندفع فما بقاش معايا اتصال. وبعدين انا لما نزلت من القارب كان في طلقات نص بوصة جاية من ناحية الفردان. نعم. الجنود بتوع القوارب كشف شوية. فاضطريت انزل المية قبلها حوالي متر. فطلعت بقى بدأت بنفسك يا فندم القائد الاول. طبعا. نعم. الرمل مال الجزمة. لما طلعت. نعم. الساتر الترابي ادور على حمدي مفيش. فطبعا ارهاق طلوع الساتر طبعا ال 20 متر والرمل ناعمه. فربنا سبحانه وتعالى اداني القدره وقدرت امد بسرعه لغايه ما حصلت حمدي وابتدينا نسيطر على الكتيب. نعم. جت مشكله تبت الشجر. تبت الشجر عليها كان حوالي 16 دبابه. نعم. ارتفاعها حوالي 83 متر عن سطح الميه. يوم 6 يوم 7 بتيجي الدبابات ده هي ساعة الغروب بتلم وتنزل ورا التبة. نعم. في المكان الصحن اللي حضرتك كنت رحت زرت الموقع هتشوفه. انا شفت الموقع الحقيقة. فتنزل الدبابات عشان تعمل صيانة وإعادة ذخيرة والكلام. نعم. ده هو بالليل. نعم. فأنا انتهزت يوم احنا كان المفروض نهاجمها يوم 7. نعم. لكن في نقطة قوية من نقط الفردان اللي كان بيهاجمها المقدم محمد سمير ما سقطتش. فالفريق حسن ابو سعدة رحمه الله اجل الهجوم لغايه ما النقطه دي تطلع. النقطه دي سقطت لما اللواء بتاع اساف ياجوري جه يهاجم عشان ينقذ النقطه واللواء حسن دمر اللواء بتاع اساف ياجوري فالنقطه سقطت فخدت امر بالهجوم على تبت الشجره. على تبت الشجره. نعم. تبت الشجرة لو هاجمت بالنهار هيحصل خسائر عندي. نعم. فالحمد لله يعني أنا كنت حريص من المعركة الحفاظ على أكبر قدر من أرواح الجنود والضباط. نعم. نعم. يعني هرجع لسيادتك سيادة اللواء مرة تانية مش عايز أرهق حضرتك وأروح لسيادة اللواء أركان حرب حمدي. يعني فكرة القتال نفسها وفكرة عودة الأرض قبل ما نروح للجزئية دي إزاي تم اكتشاف تبة الشجرة فندم؟ لأنها كانت نقطة خفية على ما أعرف. هو تبة الشجرة حضرتك زي ما قال سيادة الوزير بترتفع فوق سطح الأرض. نعم. 74 متر فوق. نعم. ومع ذلك هي بارتفاع عمارة قدرها 25 دور. ومع ذلك لو وقفت على الضفة الشرقية للقناة تدور عليها بنظارة نظارة ميدان. ما تشوفهاش. ليه؟ لأن التدرج في الارتفاع يبتدي من الضفة الشرقية مباشرة للقناة وتدرج بسيط ومرتفع إلى أن تصل إلى 74 متر. لما تقف تدور عليها ما تلاقيهاش حتى بالنهار. احنا بالليل ما بتشوفش حاجة فيها طبعا. هجمنا على زوايا البوصلة اتجاهات البوصلة لكن ما شفناش هدف. نعم. الى ان انا كان في قصة المعركة قرست اللي هو رجب انه يدفع مفرزة قبل القوة الرئيسية للكتيبة. المفرزة دي كان مهمتها اكتشاف واستطلاع طريق تحرك الى الهدف يعني انه تبت الشجرة وقتال العدو اذا تواجد في محور التحرك. فانا كنت قائد المفرزة دي. نعم. والحمد لله لغاية الى ان وصلت الى مكان تبت الشجرة كان معايا كتيبة دبابات عادة سرية حطيناها في أوضاع اشتباك على سطح التبة
اللي مجبر العدو انه يخفض راسه ما يطلعش عشان يشترك مع القوات اللي جايه من الخلف. قواتنا احنا يعني. وقد كان فعلا ضربنا ضرب نص مباشر على التبه من فوق واجبرنا العدو انه يخفض راسه، وبالتالي تقدمت الكتيبه ولم يتدخل في اعمالها اي حد نهائي. سأقول لك ان المصريين لما خيروا اجناد الارض متقدمين وبكل جراه، والجنود الله اكبر من اول لما اتحركوا من قناه السويس الى ان وصلوا للتبه وتسلخوا هذا الارتفاع الشاهق ده. نعم. في لحظات. نعم. بقوه وعزم من الله. العدد اللي كان مع سيادتك في هذه العمليه كان كام يا فندم تقريبا؟ كتيب الدبابات عاده سريه. نعم. وكل دبابه فيه 4 افراد. يعني حوالي 60 فرد. والتسليح الرئيسي بقى للدبابه اللي هو المدفع. نعم. وجهنا المدافع بضرب دبابه تضرب مباشر كده. نعم. عملنا المواسير كده عشان الطلقه تطلع لفوق. نعم. تنزل تنزل على رأس. على راس اولاد اللذينه بقى. نعم. يا الذات اللي هو احنا بنتكلم كمان على تبت شجره كانت نقطه حصينه جدا، وكان نسبه البناء بتاعها يعني ضخم جدا، يعني صعب انه بعد البناء بتاعها كان عباره عن دبش. نعم. موجود في اقفاص حديد. ايوه. الدبش دوا اي قنبله من اي عيار بتيجي فيه ما تخليش التبه تنهار. نعم. ما تخليش المبنى ينهار. ليه؟ لان الموجه الانفجاريه بتطلع في الفواصل بتاعت اللي بين الدبش ده اللي بين الدبش. ما بيعملش كتل خرسانيه. نعم. والاقفاص الحديد ماسكه الدبش ده. ماسكه الدبش. التفاصيل بتاعت النقطة القوية ده احنا ما نعرفهاش. نعم. ولا حد يعرفها قبل الحرب. نعم. الغرب بتاعت انتوا بتحاربوا شيء مجهول. ما فيش أي معلومة عنه. احنا أساسا التبة المتحكمة دي. نعم. لازم ناخدها بالليل قبل ما الدبابات بتاعتهم تطلع. يعني فندم لا عارفين تسليحها ولا عارفين عدد جنودها. لا نعرف التسليح. التسليح بتاعها. كتيبة الدبابات. كتيبة الدبابات. انما القيادة جوه. نعم. والخرايط والذخيرة. ده غير معلوم. غير معلوم. والهجوم كان بالليل. الهجوم بالليل. يوم 8. ما استغرقش اكتر من 45 دقيقة. معروف جدا ان هو هيصبح الصبح بشتى الطرق لازم يهاجم الموقع ده عشان يسترد التبه بتاعته. خليت الرائد حمدي معلش هنقول بالالقاب. ايوه ساعتها وقتها يعني. نعم. يخش على الجنب اليسار بتاع السريه اللي كان ماسكها برضه قبل كده عشان ينظم الدفاعات بتاعته. وانا مسكت الجنب اليمين بالدبابات لغايه ما النهار طلع. كنا حفرنا وتمسكنا بالموقع اعتبارا من اول ضوء لاخر ضوء. هو مكتوب في السجلات انهم هاجموا حوالي 18 هجمه. لا انا بقول من اول ضوء لاخر ضوء وهم بيهاجموا لم تقترب دبابة أكتر من 3 كيلومتر عن للموقع. خسائر في النهاية عربية جيب عليها مدفع B11 وعسكري أو رقيب حمزة رحمه الله، وإحنا ماشيين عشان نستولي على تبة الشجرة أصيب بدانة مدفع. نعم. نعم. خسائر جندي عربية واحد. عربية واحدة وجندي واحد. وطول النهار من أول ضوء لآخر ضوء عشان الحفر الجيد والتدريب الجيد والانتشار الجيد لم يتقدم العدو أكثر من مسافة 3 كيلومتر عن الحد الأمامي للكتيبة. نعم. وانتهت المعركة بتاعت تبة الشجرة يوم 8 بالليل او يوم 9 بالليل
لان احنا هاجمنا يوم 8 يوم 9 قعدنا نصد هجمات مضاده لغايه نهايه المعركه. نعم. عايز اقول لحضرتك بقى ان احنا يوم 9 استولينا على المهمه النهائيه اللي هي القوات المسلحه حازت على الموقع اللي احنا واخدينه اكتر من المهمه بحوالي 3 كيلو. لان لما وصلنا في ضوء القمر لقيت الجنب اليمين بتاع الكتيبه مكشوف، لان الجار اليمين اللي هو 112 ما كانش لسه خد المواقع بتاعته. نعم. فتقدمنا قدام حوالي 3 كيلو وهو الموقع ده اللي حازت عليه القوات المسلحه في اتفاقيه الفصل الاولى، وده كان اكتر من المهمه المطلوبه اكتر بحوالي 3 كيلو. ب 3 كيلو، والارقام هنا يعني ارقام كبيره، مع لو شفناها على الواقع يعني حاجه ضخمه جدا. واللي بيقولوا سياده اللواء انه فكره الهجوم وان هو يحرز تحقيق بطوله او نصر في المنطقه دي بالليل، ومن حضراتكم اللي سافر على قناه السويس يشوف بالليل، يعني انا اتخيل انك ما تقدرش تشوف ايدك. سياده اللواء حمدي، حضرتك وانت طالع بعد ما اخذت الاوامر وطالع عشان تنفذ العمليه دي، ايه اللي كان بيدور جوه حضرتك وقلت ايه لجنودك اثناء وانتوا بتتحركوا عشان تحققوا هذا الهدف؟ انا يمكن سياده اللواء رجب قال ان انا انشغلت عن اكون جنبه في بدايه العبور، كنت انا في هذه الاثناء مع الجنود علشان نحرك المدافع الثقيله تعبر القناه اللي هي مضاده للدبابات. نعم. وعشان ما كانش معانا سحب مضاد للدبابات الثقيله اللي هو المدفع اللي هيعبر ده وهو ثقيل، وعشان هو ثقيل عملنا له مجموعات جر مع الطقم كمان. نعم. عشان بسرعه يتحرك. انا ركز على وصول المدافع ديت الى اماكنها عشان نصد الهجوم الدبابات المتوقع. نعم. ده خلاني اشتغلت شويه عن سياده المقاومه. الجزئيه دي كانت حضرتك كلمتنا عن 74 متر ارتفاع. المدفعيه دي اتمركزت فين يا فندم عشان نوري بس صعوبه المدافع دي شكله ازاي؟ دي اسمها مدفعيه مصاحبه للقوات. يعني في تشكيل المعركه للمشاة. نعم. معاها مهمتها بتضرب مدرعات ودبابات العدو. نعم. الافراد يتعامل مع الافراد. فكان ضروره ان يكون المدافع دي تكون تتواجد قبل دبابات العدو ما تيجي. نعم. والا كان هيدوس على الجنود بجنزير. نعم. والحمد لله نجحنا ان كل المدافع اللي كانت المفروض مقرره تعبر عبرت واخذت اماكنها وصدت هجوم دبابات العدو. ايه الحوار اللي كان بيدور؟ اتفضل يا فندم. حمدي كان متحمس جدا. بالليل حوالي الساعه 7 دبابه من العدو اخترقت في الفاصل بيني وبين الجار اليسار. لو انا متجه ناحيه الشرق، لو بصيت في اتجاه تبت شجره جنب اليسار دبابه اتسللت بالليل. ومشيت ورا الكتيبه عايزه تطلع على الساتر عشان تضرب باقي الناس اللي بيعبروا بالليل. الشهيد سعيد امام ده استشهد يوم 12. قال لي يا فندم انا هطلع اضرب الدبابه دي بقنبله يدويه مضاده للدبابات. فحمدي مش واجبه. حمدي متحمس جدا. نعم. هطلع معاه يا فندم. اطلع معاه. طلعوا وضربوا الدبابه، بس الجندي بتاع المهندسين ما كانش معمرها. فسقطت زي الطوبه. لكن الدبابه وصلت ورا سريه النخيل طلبه اللي هو صاحب المفرزه اللي كلمت حضرتك عليه. قلت له يا طلبه الدبابه جايه وراك، جاهز الأسلحة المضادة للدبابات. الدبابة اخترقت السرية من ورا عشان تتجه ناحية الشرق، ضربوها فضلت مولعة للصبح الدبابة. حمدي واحنا بنهاجم تبت الشجرة كان عمال يزعق في الجنود افرد خطوتك يا عسكري ده أرضك. هذا الكلام من حمدي خلى الجنود
في 600 عسكري بيصيح والله أكبر مع جنازير الدبابات مع ضرب المدفعية. لما وصلنا تبة الشجرة حوالي عربية نص جنزير كان فيها حوالي 13 جندي إسرائيلي إسرائيلي ميتين. دبابة سنتوريال شغالة والطقم بتاعها جري. الموقع بقى أمرت ما خليتش أي حد يخش الموقع نفسه اللي انتوا تشوفوه نهائي نهائي كله من فوق ويجهز للدفاع اللي أنا كلمت حضرتك عليه. كميات خرائط، كميات ملابس، كميات تعيينات، كانوا عاملين التعيينات الزيتون والعسل النحل زي الأنابيب بتاعت المعجون عشان يقدروا يستخدموها في تحركاتهم يعني. انا كمان لما زرت الموقع دوت الانفاق اللي محفوره جوه يعني غايه في الدقه، وبيستخدموا كمان مراكز تبريد يعني اجهزه تبريد كانت متطوره جدا في الوقت ده ساعتها. هو كان في حتى لو شفت في فتحه بتوصل لنهاية التبة عشان يراقب منها. صحيح. فالموقع كان مجهز تجهيز غير طبيعي. الواقع اللي انا عايز اقول لحضرتك عليها ان حمدي توأم بتاعي اتولدنا في يوم واحد اللي هو يوم 12 الساعة 2:30 يوم العبور يوم 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 12 اكتوبر 12 اكتوبر طياره بتضرب الموقع اللي احنا فيه. نزل صاروخ حوالي 250 كيلو عليا انا وحمد البنداري في الحفره، ردم رجلي في الرمل والمصحف بتاع حمدي طار من الشده بتاعته بقى فوق الرد. ولم ينفجر الصاروخ الله اكبر. فيعتبر يوم ميلادي انا وحمدي يعني. صحيح. سياده اللواء حمدي، بالتاكيد مهما اتكلمنا عن البطولات بتاعت حضراتكم وبطولات ابطالنا وجنودنا مش هتخلص ابدا الحلقات، لكن اكيد في رساله من هنا عايزين نوصلها لشعب مصر كله في ذكرى تحرير سيناء. تقول ايه يا فندم للشعب المصري؟ اقول للشعب المصري ولشعب ولشبابنا ورجالتنا، مصر غاليه علينا وتستحق مننا ان احنا نضحي عشانها، وما ننتظرش حد يدينا رد جميل، لان انا لما ادي عمل لامي مش هطلب من امي تدي رد جميل، لا يمكن. ده واجب واجب فرض عين كمان. انا الشباب عاوز يروحوا طبق الشغل، يروحوا مواقع كتير يشوفوا كيف كان المقاتلين يقاتلوا في اصعب الظروف وكانوا لا يهاب الموت. والله يا استاذ طارق معنويات السماء الله اكبر تحركت خوفتهم هم اللي قاعدين متحصنين دول. يعني شوف تحصين المباني متر خرسانه والسقف متر خرسانه فوق وفوق السقف متر خرسانه. ده عايز اقول فندم كمان طبقه حديد لمشاهدينا، يعني من فضلكم خدوا اولادكم روحوا اتفرجوا على الاماكن دي ضروري، لكن دي النهارده مجهزه ضروري للزياره وتشوفوا ايه اللي كان نعم فندم وتشوفوا ايه اللي كان بيحصل في المنطقه دي، وتشوفوا عوره الجبال اللي هناك، وتشوفوا ابطالنا اللي راحوا وبالليل ما هماش عارفين عدد الجنود والتسليح والمكان اللي هم داخلينه، لكن هم رايحين عشان مصر. انا بحيي حضراتكم، شكرا جزيلا لوجودكم، وانا كنت سعيد جدا، ومهما قلت من كلمات مش هتوفيكم حقكم غير ان احنا تقدير واحترام واجلال لحضراتكم كل قواتنا وكل جنودنا من القوات المسلحه. كل سنه وحضراتكم طيبين. انت طيب والشعب المصري كله طيب وبخير وسعاده. شكرا جزيلا. هخرج لفاصل ونكمل احتفالنا بيوم الكرامه مع مصر جميله، فضلكم خليكم معنا.